ده كلام مهم جدا. ولدينا الآن عاشور، مش خلاص بقى، مش اتنقل إمام عاشور للأهلي وانتظم وخلصت، ولا هنفضل باستمرار زي حاجات كتيرة جدا في مشهدنا الرياضي ماسكين فيها، يلعب إمام عاشور يطلعوا له أي معرفش إيه، إمام عاشور يسجل يقول لك آه ما هو ده اللي أنتوا خدتوه بعد معرفش إيه، رغم إنه أرقام. حتى إمام عاشور امبارح في لحظة الإحماء ولحظة ما إن هو بيجهز ويلبس، بصوا التربص، يقول لك سامي قمصان وهو بيديله تعليمات وهو مش باصص له، بيربط بيلبس الشراب. طب يعني ما انتوا عارفين ان لحظه التغيير دي اللاعب مركز في انه يجهز نفسه ويجهز لبسه وبيسمع، لكن مش هيسيب كل حاجه ويقول له انتباه اتفضل. لكن هي حاله تربص بامام عاشور اللي رغم كل ده، بصوا ارقامه في عدد المباريات القليله، اول ثلاث مباريات له مع النادي الاهلي صنع ثلاث اهداف، الاول صنع في صناعه الاهداف وصنع ثلاثه صناعة الفرص، الثاني بعد علي معلول سبعة، في إجمالي المحاولات 11 الأول، في إجمالي المراوغات 9 الأول، في المراوغات الصحيحة 6 الأول، في التمريرات الطويلة 13 تمريرة طويلة خد بيهم الرابع بعد الشناوي ورامي ربيعة وهاني، في التمريرات في استخلاص الكرة 24 الخامس بعد منعم وربيعة وديانج وهاني، يعني على سبيل في الاستخلاص وفي التمرير الصحيح. الأرقام اللي عملها إمام مع الأهلي تكاد تكون هي نفس إسهاماته مع الزمالك، لكن لأنه منظومة الأهلي جماعية فأفضل ما في المنظومة أنه اللعب الجماعي كله ما هوش فردي، كله ثلاث ماتشات على فكرة. على فكرة دي مش أرقامنا، دي أرقام الزميل الصحفي أحمد نجيب في أون تايم سبورتس، وهو بيعدد أرقام إمام عاشور وإزاي كانت مؤثرة مع الأداء الجماعي للنادي الأهلي، واللي الحقيقة إمام ماتش بعد التاني بيثبت انسجامه وتناغمه مع زمايله، وزي ما قال مستر مارسيل كولر اللي ساعد إمام على نجاحه السريع مع الأهلي، حالة التناغم وإزاي قدر بسرعة يدخل في الترس بتاع النادي الأهلي. الحكاية دي أكيد في ناس مستكترة على إمام عاشور هذا النجاح اللي او على طول بسرعه رجعه للمنتخب. الراجل زي ما كولر قال لك بقاله قعد 4 شهور ما بيلعبش كوره، فانه يرجع يلعب وبالسرعه دي يوصل للارقام العاليه ديت ويكون كمان عنصر اساسي في المنتخب، لا ده لاعب مختلف ومشى تانيه خالص. نشوف راي احمد نجيب عنه. أنا هتكلم في حاجة بسيطة، مقارنة رقمية صغيرة ما بين إمام في الثلاث مباريات، مش هستثني مباراة النهاردة مش معانا، ثلاث مباريات قبل كده، مباراة اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي، مباراة المصري في الأسبوع الأول، ومباراة سان جورج اللي هي مباراة الذهاب قبل مباراة النهاردة. إمام عاشور في أول ثلاث مباريات مع الأهلي صنع ثلاث أهداف، هو الأول في النادي الأهلي. صنع 7 فرص، هو الثاني بعد علي معلول، عمل 11 محاولة وهو الأول. محاولات صحيحة 5 وهو الأول، إجمالي المراوغات 9 وهو الأول، مراوغاته الصحيحة 6 وهو الأول، تمريراته الطويلة عمل 13 تمريرة طويلة، الرابع بعد الشناوي وربيعة وهاني، حارس مرمى واثنين مدافعين. أيوه تمريرات طويلة صحيحة 5، الخامس زي من الأسامي المكتوبة. استخلاص الكورة وده رقم مهم 24 مرة في ثلاث مباريات. الخامس بعد مين؟ منعم وربيعة سنتر باكات، هاني باك رايت، وديانج الديفندر لاعب. الثلاثة لعبوا كلهم ماتشات كل الدقايق. لاعبين كل الدقايق. بيتكلم في الخطوط الأمامية هو الأول. هو الأول في كل الأمور دي، هو لعيب الهجوم وهو الأول على مستوى الفريق كله يمكن بأثناء صناعة الفرص. فإذا إمام مؤثر جدا. طيب الأرقام اللي إمام عملها في ثلاث مباريات، المعدلات لكل 90 دقيقة أو لكل مباراة، إمام إسهاماته مع الأهلي تكاد تكون هي بالظبط نفس إسهاماته مع الزمالك. ولكن لأن منظومة الأهلي منظومة جماعية، منظومة الأهلي الحالية أفضل من المنظومة الجماعية اللي إمام تركها في الزمالك. فبالتالي الإسهامات دي مقدرة جدا ومؤثرة جدا في الأداء والنتائج. أستاذ عصام، وماشية إمام عاشور رأيك فيها إيه؟ ما شاء الله إمام عاشور بان عليه إنه لاعب موهوب، يعني بيسموها من نعومة أظافره، يعني من أول انتقال ليه من المحلة هو باين عليه. ربنا كمان حباب موهبة، يمكن كولر لما قال على المراوغة هو عنده موهبة إنه بيرقص وهو بنطلق بسرعات عالية من الحركة، وما بيحبش هو يعني اللي هي الموسيقى الكلاسيكية، يعني قلبها روك اند رول، بيروح بسرعة شديدة جدا. لعيب كمان بيستطيع ان هو
يقول انا موجود، وكمان عنده انكار للذات، واحيانا الناس تفكر ان اللي زي امام ده ممكن يعني ينشكح بنفسه، ده مش صحيح. وبانت لما اتحط صح مع منتخب مصر وتالق، وايضا مع النادي الاهلي اللي هي في الظروف الطبيعيه، مش هنقول يعني انه في الاهلي يعني حاجه غريبه، بالعكس هو ده المنطق. ومع المنتخب لما لعب واجاد وكان فعلا ترس في آلة، اعتقد ان هو بينتظره شيء مبهر جدا. يبدو ان كولر عشان يعني يشعر بان نظرياته في محلها، وده دايما فكر الكلاس ايه، حتى لو جارديولا حطه تحت اكتر من تجربه، يلعب امتى، يلعب ازاي، يلعب من غير ما يقول له يلعب اخر دقايق، ولقاه في كل الاحوال هو امام عاشور. عشان كده كان بيتكلم عنه لو خدت بالك في المؤتمر وهو بعينيه بتلمع، وكانه اكتشف لاعب موهوب وذكي ومحترم. دي الناحيه الفنيه في قماشه امام عاشور يا محمود. امام عاشور بعد ما جاب الجون الاول ليه مع الاهلي وان شاء الله يكون فتحه خير، جري عمل تعظيم سلام للجمهور. هنشوف اللقطه بس بتاعت التعظيم سلام وتحيته للجمهور، واسال محمود صبري جمهور الاهلي وعلاقته بامام عاشور والوضع كان فيه ذبذبات، انت ايه رايك؟ والله احترنا يا اخي. اهو احترنا اللقطه دي ثابته كده، تعظيم سلام لجمهور الاهلي. ها؟ هيقول لك لا بس ما هو ما اعتذرش. ده يعني هي القضيه يا جماعه. بس انا القضيه واضحه. ابتزاز. لا مش ابتزاز. اللي عاوز اقول لك الصفقه جامده. جامده. الانتقال جامد. جامده. التعويره شديده. الجرح مؤلم. ضربة بموت. طبعا ضربة ما كانش فيها رحمة. مع انه يا جماعة. لكن ايه، عاوز اقول لك حاجة. المسألة انه انك انت في المرحلة دي مطالب انك تحمي فريقك. تحمي لعبتك. تحمي عنصر من عناصرك اللي عندك امل فيها انه يديك اكتر. هو لسه ما اداش حاجة. ان شاء الله طبعا. فانت محتاج تحميه من اللي حواليه. محتاج تحميه على فكرة. لازم يبعد، ما ينفعش ما يردش. يعني ايه، بص هتجب خلال الفترة اللي جاية كل ما يجيد ويسجل هتجي تطلع لك قصص وروايات. بص لن يترك امام عاشور وحيدا. ده بيمسكوا على اللايك. اما انا بكلمك اهو، هذا ما عملتش لايك. هعمل لك، لا هعمل لك كل اللي انا اعمل لك، مش انا عاوز، لازم اعمل لك مشكله، مش هسيبك. المساله الحرب اصبحت حرب نفسيه. فانا عايز اقول ايه، لو احنا قعدنا نحكي من هنا للسنه الجايه مش هنغير في دماغ وفكر هؤلاء، سيبقى الوضع كما هو عليه. المهم انك انت ايه، انك انت تبقى ماشي كده محافظ على نفسك. صح. موفر كل الاجواء، ما تلتفتش من الطوب والحجاره اللي بتيجي عليك. اوصل انت المنصات وسيب خليهم يضربوا طوب. ما هو النخل عالي بتضرب بالطوب عشان ينزل الملعب. ربنا يكرمه ايه؟ فالمساله طيب. فالمساله عاوز اقول لك ايه؟ عودته للمنتخب شيء مهم جدا في توقيت مهم جدا. الحفاظ عليه. عندك النهارده عملت صفقتين ثلاثه، جودت، بدات تجود في الناحيه الفنيه. امام رفع كفاءه الفريق. مهاجم بيدور ايوه على رفع كواليتي. انا بكلمك بدات انت ايه؟ تعلب ايه؟ بس وانت ماشي كده اعتقد في التفكير بتاع اداره الكوره في النادي الاهلي وكولر ينزل بالسن تدريجيا، يعني اللي يشوفه كبر شويه يعني الخطط الطبيعيه، الخطط الطبيعيه للحفاظ عليه عشان ما يحصلش ايه فاكر قطع. لازم يعمل، فانت لازم ايه في خلال ده تبقى انت كل تخطيطك تدور على ايه، تنبش وتفتش على الحاجه المميزه اللي تلمعها. امام عاشور مش دي الصفقه الاخيره ولا النهائيه، هي دي الكوره يا جماعه، كوره بكل اصالتها وبكل اللي فيها. الاهلي ماشي في الطريق الشرعي. الاهلي راح لنادي عرض لعيب، الاهلي اشتراه كل الفرق بدخول وخروج يعني لاعبين من الاهلي. ده مرتضى منصور سعى انه بيراميدز يشتريه. يعني ما انا لا طبيعي يعني كان اخدك بس لا بيراميدز يعني لما راح سيف جعفر. لا لما راح سيف جعفر ويوسف اسامه نبيه ليه ما حصلش ليك حاله دول ولاد الزمالك اللي متاخدين من الزمالك. انا بكلم تخيل الاثنين دول جدهم الزمالك اللي كل واحد فيهم ابن الزمالك. صحيح يعني جد. طب ما انا بسالك اهو يا استاذ عصام، طيب لما ظهروا في اول ماتش مع بيراميدز ايه اللي حصل؟ لا حدش خد باله. لا النور حجم اللي حصل النور قطع. لا حجم اللي حصل، انا اوريك بس تفاعل بعض الاعلاميين في المساله لازم تاخدها. لما رمضان صبحي اتعرض لهجوم من جماهير الاهلي اتعمل عليه حلقات، بس ابوه يا جماعه ده احتراف. صح. أيوة. لما حصل مع يوسف اسامه نبيه وشفت منظر الولد مخضوض ازاي وسيف جعفر والجمهور هاجمهم في المدرجات، حد علق؟ حد اشار؟ عشان اوريك الكلب مكيالين، عشان اوريك انه الهدف عند الغالبيه او جانب كبير جدا هو الاهلي. هو الاهلي. بص الكل والمشهد ينبئ
يوم بيه يوم بيه اللي جوه ده اللي جوه. بص وهو ده المفروض الرساله واللي يعيها ابناء الاهلي ول وكل منتسبيه، انه المساله غالبا المسألة المساله انت لابد ان تحافظ وتقاتل. انا بقول لك على الحماره اضرب على الحماره خلاص. اذا هي المساله كلها ان انت تحافظ على فرقتك، تحافظ على لعيبتك، وتحافظ على وعي جمهورك، جمهور الاهلي اللي ادرك كويس قوي انه اذا كان امام عاشور اخطا في حق النادي الاهلي وهو ناشئ في الزمالك، فكمان هو من اعتذر للنادي الاهلي ومسؤوليه ونجومه وهو في نادي الزمالك. ما كانش جاي ولا في ولا كان لا في سفر ولا في اي حاجه. الدنماركي صفقه مطروحه على من يشتري اللاعب، واشتراها الاهلي ودعم صفوفه، لكن اعتقد انه زي ما محمود قال مزيد من النجاح من إمام عاشور هو مزيد من التربص والشائعات، ولكن يبقى وعي جمهور النادي الأهلي هو الضمانة الحقيقية.